هلا خلينا ننتقل نحسب الافرج تبع 3 فيز ريكتيفاير. اذا بتتذكروا لما طلعنا على 3 فيز ريكتيفاير قلنا في عندي 30 ديجريز فيز شيفت ار اس تي ار اس تي عندنا برضه في هذا الاتجاه ار ماينس اس هتكون 30 درجه ليدنج وار ماينس تي 30 درجه لاجنج والحجم تكون هذا المثلث راح يطلع عندي في 9 يساوي جذر 3.5. اذا لما نيجي نرسم الويف فورم اللي بتطلع معنا راح نلاقي في عندي 30 درجه ليدنج 30 درجه لاجنج وعندي هون ار عندي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 هاي عندي الار واذا جينا طلعنا على ار ماينس اس راح نلاقي انها تقريبا جذر 3 موجود فيها هذه ار ماينس اس 1 2 3 راح تكون البيك تبعها هون والترف تبعها هون او زيرو كروسنج قلنا انه هون عندي هذه راح تكون بعد 30 درجه هذه هون اللي ار ماينس تي تي وهذه ار ماينس اس اذا انا عندي هاي راح تتكرر ست مرات مضبوط ار ماينس اس ار ماينس تي اس ماينس تي اس ماينس ار تي ماينس ار تي ماينس اس وهكذا ست مرات راح تتكرر اذا كتبناها هون كملناها راح نشوف عندي كمان هاي عندي هاي 30 60 هاي 120 عندي هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 بعدين برجع بعيد مرة ثانية هون عندي R minus T S minus T S minus R T minus R T minus S وبعدين برجع مرة ثانية إذا عندي هدول الستة هلا بنفس الطريقة إذا أنا قدرت إني أعمل أكامل هاي مرة واحدة بدل ما أرد أعيد هاي وأعيد هاي وأعيد هاي المهم إنه القيمة تبعتهم رح تكون نفسها بقدر أعمل واحدة من هدول وأطلع بستة أوكي إذا هاي هيك إذا أنا عندي إذا بقدر أعمل التكامل على 60 درجة وبعدين اضرب في 6 وبقسم على 2 باي رح اقول هذا هو عندي الافرج نعم باي على 3 يعني صحيح باي على 3 صحيح لانه 60 درجه تعادل باي على 3 اذا حتى نعمل هيك بس شو هو اللي بدي اكامل؟ بدي اكامل اللاين ولا الفيز؟ اللاين لاين لانه الاوت هو ناقص مش هيك؟ واللاين عباره عن ار ماينس اس اذا لو كان في ماكس لو كان R نفسه بيساوي V max sin ثيتا أو sin أوميجا تي R اللي هو الفيز إذا R minus S راح يكون جذر الثلاثة في V max sin ثيتا وطبعا هو إحنا إذا بدنا نكون دقيقين بلس بده يكون بلس أو minus 30 degrees مش هيك بلس 30 ديجريز رح يكون هو لاجن مش هيك لاجن مع الهاي انا بهمنيش انا الزاويه اللي راح اعتبر انه هذا بالنسبه لزاويته راح يكمل المهم انه هذا صار جذر الثلاثه للفي ماكس اذا ار اذا الفي افريج راح يصير عندي يساوي 1 على 2 ار بعدين راح اضرب 6 في التكامل هلا التكامل حدود التكامل وين راح يكون؟ هذا هو الزيرو تبع مين؟ تبع ار ماينس اس لكن انا مبدا التكامل عندي من هون، اذا هاي النقطة هي 30 درجة من هون. لكنها بالنسبة للزيرو كروسنج تبع ار ماينس اس قديش؟ 60 ولوين بتضلها ماشية؟ 120 هاي 60 درجة بعد كل واحد من هون بضل 60 درجة مضبوط؟ هذه هون لمدة 60 درجة. إذا أنا بدي أكامل من أي ديجري بالنسبة لار ماينس اس؟ 60 60 هاي 60 بالنسبة لهذا الزيرو كروسنج مضبوط؟ هاي 120 واضحة النقطة هاي؟ أنا بدي هاي الزيرو كروسنج تبع ار ماينس اس بالنسبة للزيرو كروسنج تبع ار ماينس اس هاي الويف فورم بتبدا 30 درجة بعد ار لكنها 60 درجة بعد مين؟ بعد ار ماينس اس إذا أنا بدي 60 درجة لار ماينس اس لحد وين؟
120 درجة إلى R minus S. إذا أنا راح كان 60 درجة هي باي على 3 و 120 درجة هي 2 باي على 3. 2 باي على 3 كم درجة؟ 120 باي على 3 60 باي على 3 إذا 120 2 باي على 3 هلا اللي بكملها هاي مش في ماكس بالكتاب شو بتكتبها؟ جذر 3 في ماكس هاي هون هي جذر 3 في ماكس هذه في ماكس الفيز فولتج في ماكس هذه جذر 3 في ماكس اذا هون راح يكون عندي جذر 3 في ماكس ساين ثيتا في ثيتا ماشي واضح كيف وصلنا لها؟ ضربنا بستة لأنه إحنا ما كملناش السدس القيمة بس هذا طبعا صحيح لأنه هدول متماثلين طبعا هدول مش متماثلين أو مش موجودين ما بصير أنا بدل ما أعيد التكرار ست مرات ضربت في ستة وكملت مرة واحدة تطلع هاي هي 60 درجة أوكي ماشي إذا شو ضلنا عندي؟ في ماكس تطلع برا جذر الثلاثة تطلع برا من الكونستانت بصير عندي واحد على 2 باي يعني هاي طبعا في افريج تليفون وين؟ واحد على 2 باي عندي جذر الثلاثة بتيجي هون وعندي في ماكس والستة والستة كمان بستنى في ستة هون هلا ساين ثيتا زي ما عملناها هناك صارت ماينس كوساين ثيتا وهلا هاي بدي اخذ باي على 3 ل 2 باي على 3 هلا عندي الكوساين بوزيتيف في الربع الاول ونيجاتيف في الربع الثاني مش هيك راح يصير عندي هذا راح اخذ هذا الكوساين 2 باي على 3 الكوساين 60 قديش هي؟ نص نص بصير عندي نص ماينس ماينس بلس كمان هون نص نص يعني هون 6 جذر 3 دي ماكس على 2 هاي بتصير واحد ستة على اثنين بتصير عندي ثلاثة جذر ثلاثة على اثنين إذا هون بنقدر نستنتج مثلا ايش ايش الفولتج اللي انا بقدر احصل عليه كافرج هون بالحالة هاي من الـ 6 بلس ريكتيفاير يعني لو كان عندي لو انا بديت بـ V RMS phase تساوي مثلا 220 فولت إذا V max فيز شو بتساوي؟ 220 بعد 310 310 إذا رح يصير عندي هلا V average 3 phase rectifier رح يساوي 3 في جذر 3 على باي 310 قديش بيطلع معنا؟ 560 من 5 ولا اقل من 560 شو فيها ده؟ 930 930 جذر 3 على جذر 3 تقريبا هاي بتروح معها 512 قديش؟ 512 512 اذا هذا هو الافرج هو المجتمع هاي الويب فورم